مصر أو بالتخطيط للتخريب في مصر. يعني قطاع غزة أصبح بمثابة دفيئة أو صوبة يتم فيها رعاية وتربية وتكاثر الإرهاب. على مستويات أخرى هي المستويات السياسية والمستويات الاقتصادية هنشوف حصل إيه. على المستوى السياسي حماس استطاعت أن تتحصل المدد المالي والاقتصادي عبر التجارة في الأنفاق، فأمد ذلك في بقائها في الحكم وهي سلطة غير شرعية. بقائها في الحكم يعني تعطيل التسوية السلامية، يعني عدم فك الحصار، يعني أيضا عدم فتح المعابر. مش بس كده، حماس أفسدت كل جولات المفاوضات بين الفصائل التي راعتها القاهرة، كلما أوشكنا أن نصل إلى اتفاق أفسدوه، وعلى هذا النحو ضمنوا بقائهم في السلطة لفترة أطول. يعني تحقق عدم استقرار الكيان الفلسطيني. ده يأثر على الأمن القومي المصري إزاي؟ الملف الفلسطيني هو ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وللسياسة الخارجية المصرية. إذا حصل عدم استقرار على الحدود فهذا يؤثر على الأمن القومي المصري. على المستوى الاقتصادي حماس خلقت حركة تجارة سرية أو تجارة موازية واقتصاد موازي، وده أدى إلى أن يصبح الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد غير منتج. يعني أفقدت الدولة الفلسطينية المزمع إنشائها مقوم أساسي من مقومات الدولة وهو المقوم الاقتصادي. كل اللي احنا بنقوله ده أثر على الأمن القومي المصري إما بطرق مباشرة وإما بطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة تتعلق بالجوانب الأمنية، والطرق غير المباشرة هي إرباك هذا الكيان الفلسطيني ومعاناته من عدم الاستقرار ومعاناة الفلسطينيين التي تفاقمت بتأخر أي تسوية سلامية. لما نشارف مفهوم الأمن القومي المصري ليس من حق أحد أن يسألنا، ولسنا مجبرين على إجابة أحد. لما نشارف مفهوم الأمن القومي المصري بنقول أن حدودنا ليست سداح مداح، لا للتجارة والتهريب ولا للتآمر والتخريب. لما بنشارف مفهوم الأمن القومي المصري بنقول أن حدودنا هي شرف بلدنا، وليس فينا من يقبل التفريط في شرف بلده.